إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم نلقى الله رب العالمين. أما بعد، فيقول الله عز من قائل وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. السورة الكريمة هي سورة الماعون، وفي هذه السورة عندما نلحظ في رسم المصحف أو في البيانات التي تأتي قبل السورة أنها مكية في الآيات الثلاثة الأول. أول ثلاث آيات مكية وبقية السورة مدنية، وهذا له معنى، والمعنى هو أن الدين الإسلامي دين لا يشتمل على عبادات فقط أو معاملات أو عقائد، وإنما هو في الأساس العقائد، ثم بعد ذلك الشريعة بما فيها من عبادات ومعاملات، ثم يبث في العقيدة وفي العبادات والمعاملات الأخلاق، منظومة الأخلاق والقيم التي هي أساس رسالة الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لأننا صرنا في الحقيقة في هذا العصر صارت أزمتنا أزمة أخلاق، فتجد الصغير يتطاول على الكبير، والجاهل يتطاول على العالم، بل إنك تجد الابن يتطاول على أبيه، فصار الأمر مختلا في منظومة الأخلاق. وأنت أيها المسلم قس مسافتك بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم بين الجنة ورضوان الله من خلال الأخلاق. كلما كنت متسما بالخلق أكثر فأنت أقرب إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكلما اشتدت الأخلاق حتى ولو تزي الإنسان بزي الإسلام والمسلمين، اعلم أن في حقيقتك، اعلم أنك في بون شاسع بينك وبين سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأنه يقول في الحديث الصحيح: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. لذلك احتلت منظومة الأخلاق في الإسلام كل الشريعة. عبادة بلا أخلاق لا فائدة فيها، اعتقاد لا ينتج أخلاقا تتعامل به بين البشر اعتقاد مغشوش، لأن الذي يعتقد في الله عز وجل دائما يحاول أن يتخلق بصفات جمال الله عز وجل بين خلقه. لذلك عندما نتكلم في هذه السورة المباركة القصيرة في أول ثلاث آيات، أرأيت الذي يكذب بالدين
فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وعندما تتتبع القرآن غالبا تجد أن المسكنة تقترن باليتم، فيأتي اليتامى والمساكين أو ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، بمعنى الضعف، بمعنى الاحتياج. ومن هنا خلال الاحتفالات بيوم اليتيم أو بيوم الضعيف أو بيوم المحتاج الذي يحتاج مساعدة إما مادية وإما معنوية، عندما نقرأ الآيات في القرآن نجد أن سنة التعامل مع اليتامى بالحسن والرحمة والمساعدة سنة قديمة، لأن الأخلاق لا تتجزأ من دين إلى دين، وإنما جاء المصطفى ليتربع على الأخلاق فيتمها، وإنك لعلى خلق عظيم. هي موجودة في كتاب الله عز وجل في الأمم السابقة، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى وقولوا للناس حسنا، وبعدها وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. سنجد دوما أن الله عز وجل إذا اقترن الأمر بين العبادة والأخلاق في الآيات ستجد أنه يتقدم أو يقدم الأخلاق في التعامل بينك وبين غيرك على العبادات في من إقامة الصلاة أو إيتاء الزكاة، لأنه يريد أن يقول لك إن المراد من العبادة هو أن تحسن أخلاقك مع الناس، فإن حسنت أخلاقك مع الناس كانت حسنة مع الله عز وجل. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فصلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر لا فائدة فيها، وإنما تزيدك بعدا من الله عز وجل. إذن في هذه الآيات أرأيت الذي يكذب بالدين، أي دين؟ يقول لك أتعلم صفات من يكذب بالدين؟ ما هي صفاته؟ إما يوم القيامة أو بدين الإسلام أو بأصول الاعتقاد، على أي تفسير؟ ما هي صفاته؟ لم يأتي في الأول وقال أنه لم يقم الصلاة أو يؤتي الزكاة، لا، وإنما التعامل مباشرة مع الخلق. وهل أي خلق؟ لا، إنما مع الخلق الضعاف الذين يحتاجون للمساعدة. فأول صفة فذلك الذي يدع اليتيم، يبقى إذا لم يكن في قلبك رحمة فأنت بعيد عن الديانة، إذا لم يكن يسري أو تسري فيك الشفقة على الخلق فأنت بعيد عن ساحة الله عز وجل وعن مضمار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الذي يريد أن يتسم بالدين لا يأتي باليتامى وأطفال الشوارع وغيرهم ثم يسخرهم قنابل موقوتة ويجعلهم يميتون أنفسهم من أجل مصلحة له سياسية أو غيرها، فظاهرة أطفال الشوارع تدخل هنا، ويستخدمها المتطرفون الإرهابيون فيستخدمون الأطفال النسمة البريئة في أخص الغايات التي في رؤوسهم، ويستخدمونهم في قتل الناس وإراقة الدماء وإشاعة الفوضى والفرقة في المجتمع. فذلك الذي يدع اليتيم ليس الدع هنا بمعنى الدفع أو بمعنى عدم احتوائه، وإنما أيضا باستخدامه بالاستخدام السيء لليتيم، أن يأكل ماله، ألا يربيه تربية حسنة، أن يستخدمه استخداما سيئا لمصلحته وليس لمصلحة اليتيم. هذا ما يفعله المتطرفون الآن وفي كل وقت، يقدمون الأطفال ويحرصون على حياتهم وزواتهم، ويدعون أنهم رجال
والرجال لا يفعلون هذا، وإنما يحافظون على المجتمع كله خاصة الضعاف من الناس. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين حتى لا يحرض غيره، إن لم أستطع أن أساعد المسكين لا يحرض غيره أو يشجعه أو يحثه على أن يساعد ذلك المسكين. إن الله عز وجل عندما جعل معيار الرزق أو معيار الإكرام، ما جعل معيار الإكرام والتكريم بكثرة المال، وإنما جعله بإكرام الإنسان. إذا كرمت الإنسان كنت كريما عند الله ولو قل مالك، وإذا أهنت الإنسان خاصة الضعيف فإنك تهان عند الله ولو كثر مالك. هذا ما في آيات الله عز وجل. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. ينظر بأن معيار التكريم بكثرة المال وقلته؟ لا، كلا. ما هو المعيار؟ كلا بل لا تكرمون اليتيم. إعانة الضعيف هي معيار التكريم عند الله عز وجل، ولا تحاضون على طعام المسكين. هذه الصفات وهذا هو المعيار. لذلك لما تكلم في سورة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سورة الضحى الخاصة به قال له: فأما اليتيم فلا تقهر، عندما ذكره في الأول: ألم يجدك يتيما فآوى. يعني يا أيها الإنسان يا أيها المسلم، تخلق بإخلاق الله بأن تؤوي يتيما في بيتك. وتظنون فقط أن تكريم عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طالب لأنهما ربيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير يتيم فأكرم اليتيم، فكان من جزاء إكرام هذا اليتم أن صلى الله عليه وسلم كان يفتخر بعبد المطلب فيقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب الذي رباني وأنا يتيم. ثم تسلم الراية بعد ذلك أبو طالب، فعند أهل السنة والجماعة فشفع له أن يكون في ضحضاح من نار فيكون أخف الناس أو من أخف الناس عذابا يوم القيامة. لماذا؟ لأنهم راعوا فيه، وجدوا فيه سمات النبوة والأخلاق، وراعوا فيه أيضا يتمه صلى الله عليه وسلم. وعندما نلاحظ في القرآن أيضا نجد أن كلمة اليتامى معظم ما وردت وردت في سورة النساء، وبعضها في سورة البقرة، الأكثر في سورة النساء. لماذا في سورة النساء الخاصة بالأحكام؟ ليقول لنا الله تبارك وتعالى من بعض حكمه أن النساء واليتامى يحتاجان للمساعدة من حيث الرقة وكثرة المشاعر الفياضة، وأيضا أن الذي يشعر باليتيم أكثر هم النساء وليس الرجال. فلذلك وردت كلمة اليتامى في سورة النساء أكثر، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحرج عليكم في الضعيفين، يوصين بالضعيفين المرأة واليتيم الاثنان، لأنهما يحتاجان إلى كثرة عناية ورعاية، إلى معاملة خاصة، وليس بمعنى الضعف أنها أقل من الرجل، لا، ولكنها زيادة، الأمر زائد عندها في الإحساس والمشاعر، فتحتاج إلى مزيد عناية ورعاية من هذه الناحية. وكذلك اليتيم واليتم، عندما نتكلم لا يحتاج الإنسان فقط إلى الناحية المادية، ولكن يحتاج إلى الناحية المعنوية. إياك أن تظن أن المادة وحدها توصلك إلى الله، ولكن الذي يوصلك إلى الله عز وجل أكثر هو الناحية المعنوية في التعامل. بدليل ما ورد في حديث مسلم في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
قال الله عز وجل: عبدي مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا كان مريضا فلم تعده؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. عبدي استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا كان جائعا؟ أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. عبدي استسقيتك فلم تسقني. قال: يا ربي وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا كان عطشا أو ظمآنا؟ أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. في الطعام والشراب الإنفاق قال: وجدت ذلك عندي، يعني أجر ذلك عندي. أما في الزيارة المعنوية قال: ستجدني عند المريض. لذلك كل ضعيف من مريض أو محتاج أو يتيم، إذا ساعدته معنويا أو زرته أو ربطت على كتفه أو مررت بيدك على رأسه، فاعلم بأنك في مخرفة ومعية الله عز وجل. في هذا الوقت أنت تستحضر السماء وأنت على الأرض. والزكي من تكون السماء معه وقدماه ورأسه وكله على الأرض، فيأخذ شقا أو يتشبه بالجناب النبوي الذي كان على الأرض وكانت السماء كلها معه صلى الله عليه وسلم. بمجرد أنك تساعد المحتاج، وخاصة اليتيم الذي فقد أبواه أو فقد أباه أو فقد أمه، علينا أن نعتني بهذه الآيات ونقرأها في منظومتها حتى يتبين لنا شيء من نور جمال وجلال الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبد سمع النداء فحضر، وأصلي وأسلم على خير البشر سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود، صلاة وسلاما دائمين يليقان بمقامه الكريم. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والعمل على مرضاته في السر والعلن وفي الجهر والخفاء. يروي الإمام الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لنعلم كل بيت فيه إنسان من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيه إنسان مريض، يتيم، فيه امرأة محتاجة، أي إنسان، تعلم بأنك تنصر وترزق بهذا الضعيف. فقال: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، بالضعفاء وليس بالأقوياء، لأن المعونة تأتي على قدر الاحتياج. والمحتاج من اليتم من اليتيم أو من المريض أو غيره في حالة احتياج دائم. والله عند المنكسرة قلوبهم، عند المحتاجين. لذلك في الحديث أيضا في الترمذي يقول سيدنا أنس: كان أخوان، اثنين إخوان أو إخوة، أحدهما يحترف والآخر يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي النبي، الأمر مبهم أو مجمل لا نعرفه، لماذا يأتيه؟ هل كان من ذوي الاحتياجات الخاصة أو مجرد طالب علم؟ فالرجل المحترف ذهب لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فشكى له وقال: أنا أحترف وأعمل وهذا لا يعمل وأنا أساعده. قال: لعلك ترزق به، لا تعلم من أين يأتيك الرزق. لذلك نقول إن الإنسان كلما كان محتاجاً عليك أن تذهب إليه وتساعده ولو بكلمة، بكلمة واحدة، في زكاة ممكن نسميها زكاة الأحاسيس والمشاعر مش زكاة الأموال، وهو ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما شكى له أحدهم قسوة قلبه، قال: أين أنت من اليتيم؟ أمر بيدك على رأسه يلين الله لك قلبك. فهذه زكاة مشاعر لا تحتاج منها أموال أو لن تنفق شيئا، إلا مجرد كلمة طيبة، ابتسامة واحدة. في بعض الكتب من الآثار أن رجلا كان خامل الذكر
بل قالوا إنه كان مريضا ومحتاج للمساعدة، وقالوا إنه كان خنسا، يعني ليس ذكر ولا أنثى، فكان الناس لا يأبهون به وكانوا يتطاولون عليه بالإهانة والسب كما يفعل عامة الناس، لا يحترمون إلا ذوي الوجاهة ولا يعلمون أنه رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، ولا يعلمون أن ربك رب قلوب وليس رب أشكال، فكانوا يهزؤون به ويضربونه بالحصى، حتى إنه قال لهم اضربوني بحصى صغيرة حتى لا تمنعوني عن صلاة الجماعة في المسجد. فعندما تطاولوا عليه هذا التطاول، وهو إنسان محتاج نفسيا أن يساعد، وهذا ما ينبغي أن يلتفت إليه المجتمع، لا أن يزدري ذوي الاحتياجات الخاصة والنفوس التي تحتاج بعض الترويض أو بعض العلاج، لا، أهانوه كما يحدث من عامة الخلق. فلما أهانوه الله عز وجل أراد أن يبين لهم أن التكريم لا يكون بحسن المظهر والجمال حتى في أصل الخلقة، وإنما يكون أين أنت من الله عز وجل. فكان عابد يعبد في هذه البلدة ولا ينزل إلى هذه البلدة إلا مرة واحدة كل عام، كل مرة سنة ينزل يوما معلوما، يدخل بعض البيوت يأكل طعمة أو لقمة ثم يذهب إلى صومعته يعبد الله عز وجل. فمات هذا الرجل الخنثى، فلما مات أهانوه حيا وميتا، تأففوا من هذا الذي سيغسله ويدفنه، إنه غير مذكور في المجتمع. ولكن قد لا تكون مذكورا في المجتمع مظلوما ويكون الله عز وجل معك فيسخر لك كل شيء من حيث لا تدري ولا تعتبر. اعلم أن ترتيب أعدائك هو أسباب نصرك عند الله عز وجل، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فتأففوا من غسله أو غسله ومن دفنه وتكفينه. فلما وجدوا كذلك وجدوا الرجل العابد نزل في غير اليوم الذي ينزل فيه، فكلهم احتفوا بالعابد واحتفلوا به واهتموا به وتركوا الميت الذي لا بد من إكرام الميت بدفنه. ولكن يأخذهم الظاهر، لماذا نزلت يا سيدنا وكل يشتاقه ويتلقاه؟ قال لقد هتف بي هاتف وقال إن وليا لله قد مات، فانزل فتولى غسله وتكفينه ودفنه بنفسك. فمن هذا الولي؟ قالوا ليس أحد قد مات إلا هذا الخنس الذي قد مات. قال هذا هو ولي الله عز وجل. فنزل ودفنه بنفسه وكفنه. إن الله عز وجل يستخدم كل عباده وكل مخلوقاته لخدمة الضعيف المحتاج، كما كان يفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم. كانت تقابله المرأة السوداء في سكك المدينة فتستوقف فيقف معها حتى يقضي حاجتها صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس بن مالك كان يتيم، أبوه أبو طلحة وأمه أم سليم، بس أبو طلحة لم يكن أبا له وإنما زوج أمه، ولكنه كان يتيما فذهب لخدمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأي شرف، فكيف كان يعامله؟ لم يكن خادما وإنما مولا، وإنما من أهل البيت. قال ما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولشيء تركته لما تركته، وما قال لي أف قط صلوات الله وسلامه عليه. ورشة العمل، أننا نحتاج، لأن قسوة القلوب قد زادت، أموالك لن ترقق قلبك مهما فعلت، وإنما بأن تذهب إلى المحتاج الفقير المريض، أن تذهب إلى اليتيم وأن تمر يدك عليه. نقول مبادرة، إلم الشعرة تأخذ حسنة لك بكل شعرة مسستها بيدك على رأس اليتيم حسنة، كما قال صلى الله عليه وسلم. في هذا الأسبوع وفي كل وقت علينا أن نرقق قلوبنا، لأنها قد قست، ولأنها بعضها قد تحجر، لا ذكر لله ولا عبادة لله عز وجل. فأقل شيء إن قصر بك عملك
فلا يقصر بك ودك وحبك ومساعدتك للخلق، فإن ساعدت الخلق فإن الله عز وجل يقول: إن المرء ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نفعل هذا في هذا اليوم وفي هذا الأسبوع وفي كل وقت، عسى الله عز وجل أن يلين قلوبنا، فإن لين قلوبنا عبدناه وذكرناه وحبونا حتى نذهب إليه. أقول قولي هذا وأذكر نفسي وإياكم بأن الله أمر بأمر بدأ فيه بنفسه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة من تلقاء نفسه صلى الله عليه بها 10 صلوات، ورفعه بها 10 درجات، وحط عنه بها 10 خطيئات. فاللهم صلي وسلم وبارك وأنعم وعظم وشرف وكرم على الحبيب المحبوب الذي عنده المطلوب صلاة ما انتهت إلا بدأت، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا قد جئناك تائبين فتُب علينا، مستغفرين فاغفر لنا، واقفين ببابك فلا تطردنا، لائذين بجنابك فلا تبعدنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصُرنا ولا تنصُر علينا. اللهم جمِّلنا بالعلم، وسهِل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يا عالم السر منا، لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا، وامحو الذي كان منا. اللهم احفظنا بالقرآن، واحرسنا بالقرآن، واجعلنا من أهل القرآن، واجعله أنيسنا وجليسنا آناء الليل وأطراف النهار في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة يا رحمن. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انزع من قلوبنا الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، وجملنا بكل جميل يا جميل. اللهم احفظ علينا بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المصريين والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وحد بين قلوبنا وألف بينها، فإنه لا يؤلف بين القلوب إلا أنت. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يسمعون فيعملون، وممن يعملون فيخلصون، وممن يخلصون فيتقبل منهم. اللهم اشملنا بشفاعة نبينا، وأوردنا حوضه يا ربنا، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.